بعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود الطقس مغبر في العاصمة الرياض مع غبار خفيف، حيث تسجل الحرارة العظمى 43 درجة مئوية، الملموسة 39، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للمنطقة الشمالية، سكاكا 42 إلى 28 مع طقس حار، تبوك 40 إلى 26 وعرعر 42 إلى 25. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 44 إلى 31، مدينة جدة 41 إلى 28، مكة المكرمة 42 إلى 32، والطائف 34 إلى 26. المنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها والباحة، الباحة تسجل 31 إلى 24، أبها 30 إلى 21، وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية، الدمام 43 إلى 32، حفر الباطن 44 إلى 31، والإحساء 45 إلى 31. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض غبار خفيف 43 إلى 29، بريدة 43 إلى 28، والطائف 41 إلى 29. إلى اللقاء.